السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع بعض مسيرتنا، الحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا الى جزء الاروماتيك. حابك تطمن وتعرف ان جزء الاروماتيك من امتع ومن افضل ومن اجمل الاجزاء اللي انت تدرسهم في الاورجانيك كيمستري. بداية جزء الاروماتيك بنتكلم فيه عن مفهوم الاروماتيستي والنظريات اللي بتفسر اكتشاف التركيب الخاص بالبنزين واعمال العلماء لاكتشاف تركيب البنزين ممثلة في العالم كيكولي. وبعدين بقى هنعرف نظريتين بخصوص تركيب البنزين، النظريات الحديثة اللي بتفسر تركيب البنزين، الريزونانس ثيوري والموليكولر اوربيتال ثيوري. والحمد لله يعني في الفيديو السابق انا شرحتهم باستفاضة ووضحت لك كل المعلومات اللي موجودة فيهم. الجزء اللي جاي بنتكلم بقى ايه هي شروط الاروماتيستي. احنا اتفقنا ان اشهر مركب من المركبات الاروماتيك هو البنزين، لكن الحقيقة أنا عايزك تعرف أن في مركبات من الممكن أن هي تكون أروماتيك مع الرغم من عدم احتوائها على حلقة البنزين. السر بقى أن في مجموعة من القواعد يتم تطبيقها على كل مركب، إن كان هذا المركب يخضع على هذه القواعد فيطلق على هذا المركب أروماتيك، ويكون هذا المركب بخواص البنزين على الرغم من عدم احتوائه على حلقة البنزين. ودي اللي احنا هنشرحه في الجزء اللي جاي. هنعرف بقى ايه الشروط الواجب توفرها في المركب عشان يطلق عليه لفظ الاروماتيك حتى لو كان المركب ده مش بنزين. طبعا هي الشروط دي كلها هتطبق على البنزين لان هو من اشهر المركبات الاروماتيك هو البنزين، بس اي مركب تظهر فيه هذه الشروط ويتم تطبيقها عليه فان هذا المركب يعتبر مركب اروماتي وله خواص البنزين. بعدين هنبدا ندرس بقى امثله على مركبات تظهر فيها ظاهره الاروماتيستي، وفي امثله لمركبات بعينها بتحفظ، او مركب يكون مش اروماتيك وبنعمل عليه تغيير او تعديل معين يصبح هذا المركب اروماتي. بعد كده الجزء الثاني بنتكلم بقى على حاجه اسمها المجموعات الموجهه، بس قبل المجموعات الموجهه بنتكلم على التفاعلات العامه للبنزين، ونقول لك ان البنزين بيعمل 5 انواع من التفاعلات العامه اسمها بنزين جنرال رياكشن. والبنزين بيتفاعل بفكره عامه من التفاعلات اسمها الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن، ان احنا بنستبدل اتشاء من البنزين وبنركب بدلها الكتروفيل، وانت عارف يعني ايه الكتروفيل. بنشرح 5 انواع من التفاعلات العامه للبنزين بكل افكارهم وتفاصيلهم بميكانيزماتهم بكل افكار الاسئله الخاصه بيهم. وبعد انتهاء التفاعلات العامه للبنزين بميكانيزماتها احنا كده ركبنا مجموعه على حلقه البنزين. المجموعه دي يطلق عليها لفظ المجموعه الموجهه او الدايركتنج جروب. بندرس بقى المجموعات الموجهه بتصنيفاتها، ومين المجموعات الموجهه اللي بتوجه للوضع اورسو، ومين بيوجه لميتا، ومين بيوجه بارا. لو انت كنت درست ثانويه عامه فانت فاكر حوار اورسو وميتا وبارا، ولو انت كنت جاي معادله سعوديه او جاي من بره مصر فاحنا بالنسبه لك ان شاء الله زي ما احنا اتعودنا من بدايه الجزء ده بنشرح كل معلومه باستفاضه بحيث ان انت تبقى مستمتع وانت بتدرس المعلومات دي. وبعدين بيكون في جزء تاني بقى من الاروماتيك مركبات فيها حلقتين بنزين او 3 حلقات بنزين، سواء بقى كانوا متصلين او منفصلين. خلاص لمركبات اسمها الايزوليتد ومركبات اسمها الفيوزد. وبكده بيكون انتهى جزء الاروماتيك بالاضافه للتفاعلات الخاصه بيهم. بفضل الله سبحانه وتعالى تشوف ابداع ومتعه دايما كده ننتظر عشان نحضر ليك حاجه تليق بيك، وده بفضل الله سبحانه وتعالى علينا بخبره السنوات الطويله من 2014 واحنا موجودين مع طلاب كليه صيدله بنشرح مع بعضينا مناهج الكيمياء العضويه. 5 مناهج كيمياء بفضل الله سبحانه وتعالى بنشرحهم بكل تفاصيلهم بكل معلوماتهم، وانت بنفسك مدرك الحقيقه دي وانت بتشوف الاستمتاع والمتعه عند دراسه ماده الكيمياء العضويه معانا بفضل الله سبحانه وتعالى. اوعدك بقى الموضوع هيبقى حلو ولذيذ معاك. وزي ما احنا اتعودنا مع بعض ودي النصيحه اللي بقولها لك، انت تدون ورايا السبوره، طالما انت كتبتها ورايا انت كده ذاكرت الدرس. ولازم اقول لك حقيقه مهمه جدا، وكان الفيصل ما بيننا هو الامتحان يا حبيبي. من اسهل ما يكون اجيب لك البي دي اف واقراه لك ونقعد نترجم لك، بس الواقع الامتحان ما بيكونش كده، وانت بنفسك شفت في الامتحان وادركت قيمه كلامي ده كويس. بلغ اصحابك بالحقيقه دي اللي انت بنفسك ادركتها لما انا كنت بشرح لك وبفهمك، لان انت عارف الامتحان ما بيعتمدش على حفظ البي دي اف. انا مش بجيب البي دي اف واقراه لك، طب ما لو على ترجمه البي دي اف، طب ما اي حد يعرف يترجم لك البي دي اف. لكن السر كله والفن كله خبره السنوات بالفهم، ازاي اوصل لك المعلومه، ازاي اشرحها لك بحيث تبقى الموضوع سهل جدا بالنسبه لك وانت بتذاكر المعلومه دي. ودي الحقيقه اللي انت لازم تكون مدركها. يلا بينا على بركه الله نبدا ونسال بقى سؤال. بص بقى ونقول الاروماتيك كومباوند يا دكتور، الاروماتيك كومباوند بيكون له خواص،